جرجير، كاليماري، شبت مفروم، كزبرة مفرومة، بصل أخضر مفروم، زيت، سكر، عصير ليمون، خل عنب أحمر، ممكن نستبدله بخل عادي، كمون وثوم. يعني حاجات بيسك قوي 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 مع الأسماك، يعني كلها مكونات بيسك جدا مع الأسماك. هحط هنا في الووك معلقة زيت كبيرة، ودي زيت زيتون. هنزل عليهم الكاليماري، مش متصفي كويس طبعا، المفروض يكون متصفي كويس ويكون متنشف كمان عشان ما يحصلش الانفجارات دي. بصل اخضر، كزبرة، شبت، معلقة سكر، عصير ليمونة كبيرة، معلقة كبيرة خل، ثوم مفروم، دول حوالي 4 فصوص ثوم مفرومين، معلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل، وأقلب. نحط الكاليماري هنا، نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.